طبعا بداية الطيف الترددي هو مورد محدود تملكه الدولة، ويتم توزيع وتنظيم استخدامه من قبل الهيئات حول العالم لمختلف التقنيات اللاسلكية. نتكلم عن خدمات مختلفة يتم ترخيصها أو يتم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، خدمات الثابتة وخدمات المتنقلة وغير ذلك من الخدمات الراديوية المبتكرة والتجارية. طبعا تعقد هيئة الاتصالات تقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ندوة افتراضية بعنوان تمكين الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي، وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التوافق والتعاون من قبل مختلف دول العالم. طبعا يشارك في هذه الورشة متحدثين من كبار الهيئات المنظمة حول العالم، وأيضا رؤساء تنفيذيين لشركات لها احتياج في استخدامات الراديوية المختلفة. نتكلم عن خدمات الساتلية، الخدمات المتنقلة وغير ذلك من الخدمات. يقدر الحضور حتى الآن لهذه الورشة أكثر من 3000 مشارك.